بسم الله الرحمن الرحيم. المرة دي هشرح إن شاء الله المشروع رقم 4 اللي هو بارت 5 من الماشين ليرنينج نانو ديجري. الجزء ده هو متعلق بحاجة اسمها reinforcement learning أو التعلم المعزز. التعلم المعزز ببساطة كده هو إن أنت بتعمل حاجة اسمها agent، تمام؟ الagent ده هو بيمشي في environment، يعني بيتحرك في environment حواليه بتأثر عليه، بتدي له حاجة اسمها penalty وحاجة اسمها reward، يا إما بتدي له حاجة بالماينس يا إما حاجة اسمها حاجة reward بالبوزيتيف. فهو كل ما هيعمل حاجة غلط هياخد ماينس، كل ما هيعمل حاجة بوزيتيف كل ما هياخد كل ما يعمل حاجة صح هياخد بوزيتيف، وبالتالي هيبدأ يتعلم بالأسلوب ده. reinforcement learning ما كانش عليه ترند قوي لغاية دلوقتي تقريبا، يعني لسه الترند برضو بتاعه يعتبر ضعيف شوية، لكن بدأ الترند ده يعلى من ساعة ما حصل حاجة اسمها، في لعبة اسمها ألفا جو. اللعبة دي لعبة صينية شبه الشطرنج كده. بدأت اللعبة دي، جوجل عملت روبوت بيلعب اللعبة دي وقدر يكسب يعني حاجة زي بطل العالم في اللعبة دي. فبالتالي كانت نقطة تفوق عالية في مجال الذكاء الصناعي يعني. وبدأ الترند على الايه، على الالجوريزم ده يعلى جدا. وهو فعليا بيستخدم فعلا ومفيد جدا في فكرة الروبوتس عامة بأي شكل من أشكالها، سواء بقى الروبوت ده عبارة عن سيلف درايفنج كارز، سواء عبارة عن درون، سواء عبارة عن الميز اللي هو كأنك بتعمل حاجة عربية مثلا، حاجة شبه الفار اللي بيجري في المتاهة. كل الحاجات اللي بالشكل ده بتكون reinforcement learning مقترح ليها جدا وجيد جدا فيها. وفي نوع مختلط منه اسمه الكيو ديب ليرنينج، ده خلط ما بين النوعين، بين الديب ليرنينج والرينفورسمنت ليرنينج. ده حاجة ليها ترند عالي برضو جدا دلوقتي، وعملت حلول لحاجات كتير جدا. طب تعالى نتكلم عن البروجكت بتاع يوديستي. اول حاجة هم عاملين ايه؟ اول حاجة الجزء اللي هو المقدمة بتاعته اللي هو الفيديوز او الشرح. الشرح اساسا عباره عن كورس فري برضو متاح على يوديستي مجانا لو انت عايز تتفرج عليه. انت بسهوله جدا توصل له، انا هحط اللينك بتاعه تحت برضو كالعاده، لكن انت بسهوله عايز توصل له انت هتعمل سيرش، هتخش على كتالوج في يوديستي، كتالوج هتلاقي ماشين ليرنينج، هتعمل ماشين ليرنينج هتكليك عليها كده وهتكليك على فري كورسز، هتلاقي فري كورسز طلعت لك اهي، ادي اول كورس اهو معانا، ده الجزء من الماشين ليرنينج نانو ديجري. والكورس الثاني اللي هو بتاعهم برضه اهو ماشين ليرنينج ده، وده الجزء بقى اللي هو بيختص بالجزء بتاعنا النهارده الريينفورسمنت ليرنينج. تمام، مش هقول لك ان ده احسن حاجه ممكنه للاسف، بس هو للاسف شرحهم يعتبر مش كويس قوي، لكن هو برضه يعني الموضوع اصلا ادفانسد. انت لو بصيت كده هتلاقي الليفل بتاع السكيل بتاعته ادفانسد، لو دخلت جوه الكورس كده هتلاقي ايه ادفانسد ليفل، تمام كده. وهتلاقي التايم لاين بتاعه كام، 4 مانثز، يعني المفروض تاخده في 4 شهور، حاجة يعني صعبة شوية. طبعا برضه هما الشرح بتاعهم مش كويس أوي يعني، وده سبب ان الجزء ده من البروجكت ده من أسوأ البروجكتس اللي انت هتقابلهم في النانو ديجري دي. وهم على فكرة الشركة ناوية تغير البروجكت، هما بعتولي اناونسمنت ان هما هيغيروا البروجكت لكنترول على درون بدل البروجكت الحالي اللي موجود يعني. فلو في حد لسه هياخدها ممكن يحاول يأخر نفسه شوية، هم قالوا تقريبا شهر 6 هينزل البروجكت الجديد، 6/2018. المهم يعني انت ده، يبقى ده سورس من ايه، ده سورس الفيديوز والشرح اللي موجود كله. هو الشرح كله بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن اول حاجة انترودكشن، ده شوية فيديوهات صغيرة بتشرح الانترودكشن يعني ايه reinforcement learning، كلام زي اللي انا قلته دلوقتي ده كده. بيتكلم في حاجه اسمها ماركوف ديسيشن بروسيس. الماركوف ديسيشن بروسيس حاجه مبنيه على الماركوف تشين. ماركوف تشين ببساطه حاجه بتقول لك ان انا لو عندي بروسيس شغاله، البروسيس دي يعني ايه، يعني انا عباره عن يعني خطوه بعدها خطوه بعدها خطوه بعدها خطوه، فانا عايز اخد قرار معين. فانا دلوقتي ماركوف دي ادى الجوريزم وادى طريقه بتقول لك ان انا اقدر اعرف ابريدكت المستقبل من غير ما اكون عارف الماضي، اكون عارف بس نقطه الحاضر اللي انا واقف فيها، وبالتالي اقدر اعمل بريدكشن جيد بطريقه جيده واكيورسي عاليه للمستقبل. تمام، دي الماركوف بروسيس ببساطه كده.
بعد كده هيتكلم عن الـ Reinforcement Learning اللي هو مبني برضو على حاجة اسمها الـ Game Theory، هيتكلموا عنهم فترة برضو كويسة. ده الجزء الايه، الفيديوهات والنظري. طيب انا زي ما قلت لك كده، هو ده مش احسن حاجة ممكنة، فانت في برضو اللينك ده هحطه برضو. اللينك ده سؤال على كورة، واحد بيسأل How do I learn Reinforcement Learning؟ فناس كتيرة طبعا جاوبت عليه، منهم الراجل المحترم ده، ده راجل طالب دكتوراه اهو في ستانفورد، عامل بلوج بيشرح فيها الديب كيو ليرنينج، وطبعا الديب كيو ليرنينج، وطبعا شرح الرينفورسمنت ليرنينج فيها. الراجل ده واخد 304 فوت اهو. في ناس تانية برضو حاطة حاجات تانية، في الراجل ده حاطط كتاب اهو، تمام، لو الناس متحبش فيديوهات. في برضو لو نزلت تحت هتلاقي برضو ناس حاطة مصادر تانية، تمام. ده كورس اهو، كورس برضو بالديب رينفورسمنت ليرنينج. برضو هتلاقي ناس حاطة برضو كورسات تانية بالبراكس بتاعتها اهو. برضو هتلاقي يعني حاجات كتير، منهم الراجل الظريف الصيني ده اهو. الراجل الصيني ده هو تقريبا عشان هو صيني قدر يفهم الكورس بتاع يوديستي، وبيقول ان هو بيعمل كلير ابروتش للثيوريتيكال للثيوريز اللي فيه، يعني اهو كلام غريب جدا. وهكذا يعني. وهتلاقي واحد حاطط فيديوهات تانية برضو اهو. فكل دي حاجات سورسز، ريسورسز ممكن ايه ترجع لها. بالنسبة للراجل الصيني ده في 4 بيأيدوه اهو يا جماعة، ماشي. فكل دي ريسورسز ممكن تقدر ترجع لها لو تحب. انا هحط اللينك ده تحت برضو. طيب تعال نخش بقى على الايه، على البروجكت نفسه. اول حاجة الايه، الريبوزيتوري اهي، المستودع بتاعها. انا هحطها، هحط برضو اللينك بتاعها تحت. هي نفسها البروجكت، الريبوزيتوري اللي فيها كل الايه، المشاريع بتاعة النانو ديجري، تمام. انت ممكن تنزل البروجكت النانو ديجري كلها مرة واحدة وتشتغل عليهم واحدة واحدة زي ما انت عايز، او انت لو انت بتنزلهم بروجكت باي بروجكت اهو. فهو ده، انا هحط اللينك بتاعها ايه لوحدها تحت. جوه بروجكتس هتلاقي سمارت كاب، تمام. بعد كده هتلاقي واحدة من الحاجات المساوئ برضو اللي في البروجكت ده، ان هو بقى معمول طبعا كل بروجكتس تانية كده برضو، بس ده بايثون 2.7، تمام. البايثون 2.7 مشكلتها طبعا في ناس ما بتشتغلش عليها، معظم الناس بتشتغل بايثون 3 دلوقتي، بس للاسف البروجكت ده انا شخصيا عدلته واشتغلت عليه بايثون 3، بس يعني وصلت في النهايه، ما وصلت النتائج ان هو المفروض انت في النهايه بتوصل ان انت بتعمل حاجه اسمها الريلابيليتي وبتعمل حاجه اسمها السيفتي، المفروض ان انت توصل لنتيجه اي بلس واي بلس في الاثنين، او مش شرط اي بلس، المفروض توصل نتيجه كويسه. انا ما قدرتش اوصل للاثنين دول، رغم ان انا عملت ترين كويس للبروجكت، لكن ما قدرتش اوصل. لما دخلت على الفورم وبدات اسال ناس كتير جدا، وشفت اجابات لناس كتير برضو، ناس سال نفس السؤال زيي، اكتشفت ان اللي انا عملته ده خطا، يعني المفروض ما اشتغلش بايثون 3، هو البروجكت معمول بايثون 2.7، والشركه نفسها ما قدروش يعدلوه، وده احد اسباب ان هم هيلغوا البروجكت ده ويحطوا واحد تاني جديد مكانه. تمام. نمره 2، البروجكت ده مش زي اللي فاتوا. فالبروجكت ده اساسا مش معتمد على اي بايثون فايل، يعني ان انت تقعد تظهر حاجات او تران حاجات وتظهرها في الاي بايثون وخلاص. لا، البروجكت ده معمول عباره عن فايلات كتير. لو بصينا كده هتلاقي عباره عن جوه ده هو شكل البروجكت اهو، تمام. وهتلاقي هنا جوه سمارت كاب ده هتلاقي 4 فايلات، تمام، اهم دول. دي عباره عن فايلات كلها كود، من جواها مكتوب فيها كود، تمام. انت المفروض تعدل الكود بتاع ايجنت دوت باي ده، تمام. والباقي دول المفروض انت ما تعدلش عليهم حاجه خالص. طبعا انا عدلت فيهم حاجات كتير جدا بسبب ان انا اشتغلت بايثون 3 يعني، لكن انت المفروض تشتغل بايثون 2 وما تعدلش حاجه جوه دول خالص، تعدل هنا بس، تمام. طيب نمره 2، لما تنزل البروجكت هتلاقي الفولدر ده اللوجز ده مش موجود، فولدر لوجز ده مش موجود طبعا، ولا الزيب ده انا اللي عامله برضه، كل ده مش هتلاقيه موجود. فانت اول حاجه تعملها تعمل نيو فولدر وتسميه لوجز كده، تمام، عشان ما يطلع لكش ايرور، هيطلع لك ايرور لو ما عملتش انا بقول لك عليه ده، تمام. طيب برضه اول حاجه طبعا، هنا المين اللي هنا الريدمي ما بيشرحش حاجات كتير، بس هو بيقول لك ان انت هتحتاج باي جيم، تمام، وبيقول لك البروجكت، الكلام اللي انا قلت لك ده، البروجكت مكون من ايه، اهو عندك الفايلات دي، وان انت المفروض تعدل على الايجنت دوت باي ده، تمام. طيب هنا ده بيقول لك ازاي تسطب الباي جيم،
تمام. هتلاقي طبعا في طرق كتيرة، لو انت بتشتغل كوندا في هتلاقي في فايل تاني اسمه ديسكريبشن هنشوفه دلوقتي. ده دي طريقة برضو ان انت تعمل بالبيب تعمل انستول للباي جيم. بالمناسبة لازم برضو بيلو اللي هو برضو اللايبراري بيلو لازم تبقى متسطبة، لو انت مش مسطبة سطبها بي اي ال او بيلو، هتعمل برضو بالبيب او بالكوندا تمام. بعد ما تعمل يعني ران بعد ما تعمل انستول للباي جيم عايز تتاكد ان هي شغاله، بتاخد الكود ده كده اهو. طبعا انت هتعمل بايثون 2 مش 3 بقى، هتعمل لها انستول على البايثون 2 يعني، فانت هتاخد بالك من الطريقه دي لو هي مش على الاكونت. طيب فانت ما تكتبش بايثون 3، انا شغال بايثون 3 فهكتب بايثون 3 زي ما هو كاتب كده، هكتب كمان بايثون 3.5 تمام. اخد اهو نفس الكود ده كده هرن، اعمل له ران تمام. هيعمل ران كده للايه للباي جيم دي. دي عباره عن اكزامبل موجود جاهز في باي جيم، فكده اتاكدت انا الايه الباي جيم بتاعتي شغاله تمام خلاص. خلاص ده كده احنا مش عايزين منه حاجه خلاص. تعالى بقى نشوف في فايل تاني جوه اسمه ايه، اسمه description، اسمه project description .md. project description دون هو ده اللي محتاجه انت اكتر حاجة بقى. ده فيه شرح الموضوع كله. اول حاجة بيعمل لك بيقول لك overview تمام، بيشرح لك ايه الموضوع ايه القصة تمام. وبيشرح لك ان احنا استعملنا الـ Q-Learning algorithm وان انت هتعمل له implement. يعني دي واحدة برضو من يعني الحاجات الصعبة في البروجكت ده، ان الـ Q-Learning او الـ Reinforcement Learning ملوش library جاهزة في الـ SQL-Learn زي الحاجات اللي كنا بنشتغل فيها البروجكتس اللي فاتت. لا ده ايه ده ملوش حاجة جاهزة، فانت هتضطر انت اللي تبني الالجوريزم بايدك، انت اللي هتكتب الالجوريزم بايدك. فدي طبعا حاجه بتمثل صعوبه شويه غير اللي فاتوا، وانت حتى لو كنتش مش فاهم الالجوريزم كويس مثلا في الاس في ام او في اللوجيستيك ريجريشن او ايا كان او حتى الكيمينز اي حاجه انت ما كنتش فاهمها قوي، بس فاهم على الاقل يعني الموضوع من بره كده وفاهم الهايبر بارامترز بتاعت الالجوريزم، فكنت بتاخد الاس كيلرن وبتطبق، وحتى ممكن تقرا الفانكشن اللي مكتوبه في الاس كيلرن، تقرا الدوكيومنتيشن بتاعها كويس وتفهم كل واحد فيهم بيعمل ايه وتبدا تعدل عليه زي ما البروجكت بيقول لك. لكن هنا لا، هنا ما فيش، وانت اللي بتبني الالجوريزم بايدك، فلازم تبقى فاهم الموضوع بدقه شديده. هنا الديسكريبشن بيشرح لك البروجكت عن ايه، البروجكت بيتكلم عن ايه. البروجكت ببساطه كده اسمه سمارت كاب. سمارت كاب يعني ايه سمارت كاب؟ كاب اللي هو تاكسي يعني، عند الامريكان بيسموه كاب تمام. بيقول لك ان في شركه زي الشركات اللي عندنا اوبر وكريم والحاجات دي عايزه تعمل حاجه اسمها سمارت كاب، يعني عايزه تعمل عربيه بتسوق نفسها تشتغل كتاكسي من غير سواق. ليه الناس دي بتعمل كده؟ ان ببساطه السواق ده اكبر مشكله بتواجه الشركات دي. اولا من ناحيه المكسب الاقتصادي، ان حضرتك مثلا لو انت خدت عربيتك ورحت الاوبر وقلت لهم انا عايز اشتغل عندكم بالعربيه بتاعتي، فهم بيدفعوا لك ثمن حاجتين. اول حاجه ثمن العربيه، ثمن استهلاك العربيه اللي انت بتستهلكه، ثمن البنزين، وده خلاص ده التكلفه ثابته اهي، بالاضافه ان تكلفه الوقت بتاعك، ان انت برضو بتسوق العربيه وبتضيع وقت ان انت تركبها، فبتشتغل بعدد ساعات، وده من الحاجات اللي بتقلل الربح عندهم. لان ممكن حضرتك تكون اصلا شغال مهندس، شغال دكتور، شغال محاسب، تشتغل على عربيتك فما بتشتغلش عدد ساعات كفايه اللي زي ما هم عايزين. يعني حتى هم ما بيعملوش الناس زي بعضهم، اللي بيشتغل 10 ساعات غير اللي بيشتغل 20 غير اللي بيشتغل 30 بياخد بونص مختلفه عن اللي عن بعضهم. فبالتالي هم بيحاولوا يشجعوا الناس ان هي تشتغل اكبر وقت ممكن. طب ايه اللي مانع الناس كده؟ المانع ان انت ممكن يكون ما عندكش وقت انك تشتغل كفايه. فهو طبعا لو العربيه بتاعتك دي عربيه سمارت بتسوق نفسها، فخلاص انت كده هتشغل العربيه ممكن 24 ساعه، حتى تروح تنام في البيت وتسيب العربيه شغاله تمام. بالاضافه ان هو في الحاله دي هو بقى ممكن يمتلك، هو ممكن ما يحتاجش الناس خالص اصلا، ويحاول هو يشتري اكبر عدد من العربيات ويشغلها لحسابه هو، ياخد هو المكسب كامل. نمرة اتنين، موضوع برضو في موضوع يعني اكتر حاجة فعلا في المجال ده بتقلق الشركات، هو موضوع السيفتي. يعني ان يبقى في سواق للعربية ده بيدخل العامل البشري في الموضوع بقوة،
وبالتالي بيبدأ هنا تخش مشكلة السيفتي، أولا من ناحية جودة السواق ده كسائق، يعني العربية بيسوق كويس ولا بيسوق سواقة متهورة بيضايق الناس بطريقة سواقته أو كده، ودي حاجة من الحاجات اللي ممكن تسبب خسائر للشركة. نمرة اتنين، هل الشخص ده هو شخص كويس؟ طبعا مثلا يعني حاجة زي مصر عندنا بيحاولوا يتخذوا تدابير، فمثلا بيجي يقول له هات للناس اللي جاية تشتغل دي، بيقول له هات فيش وتشبيه، بيشوف صحيفة الحالة الجنائية بتاعته يعني الراجل ده عنده سواقة ولا لا، بس دي طبعا مش حاجة كافية، يعني ممكن ما يكونش عنده سواقة ولا حاجة بس هو راجل مش كويس. وفي شفنا حالات كتيرة في مصر، يعني مش كتيرة قوي لكن موجودة، يعني حالات من تحرش أو حتى في جرائم قتل حصلت، أو حتى ناس بتتخانق مع العملاء وكده يعني. فبالتالي العامل البشري هنا عامل مشكلة، فلو مفيش العامل البشري ده بالتالي هو قدر يحقق مكسب كبير. خلاص، نمرة اتنين هو بيتكلم برضو ان الانفايرومنت بتاعتنا، مش مصر طبعا، في مدينة امريكية مش فاكر شيكاغو نيويورك اهي سان فرانسيسكو حاجات يعني مدن هناك، وده توقع هترتب عليه حاجات في البروجكتس طبعا. تمام، يبقى فهمنا قصة الايه السمارت كاب بيتعمل ليه وايه الفايدة منه. يبقى انا عندي سواق المفروض ان هو هيشتغل زي اوبر سواق تاكسي، من هياخدك من مكان يوصلك للمكان، وهو يعني هو اللي هيسوق بنفسه، يعني مش حدش هيوجهه ولا حد يقول له حاجه، انت بس تقول له ديستنيشن وتقول له ان انا عايز اوصل مثلا قبل الساعه 3 فهو يوصلك. هما دول الايه الشرطين اللي في الموضوع. ريكويرمنت طبعا طبعا نفس اللايبرز اللي بتاع كنا بنشتغل عليها في كل البروجكتس اللي فاتت، النمباي والبانداز والمات بلوت لايبراري، وهنا ضاف عليهم الايه الباي جيم. طبعا المفروض لو انت شغال اناكوندا تمام هتبدأ تسطب الايه هتسطب الباي جيم، الباي جيم عن طريق الايه الاناكوندا. هنا لو انت ماك ادي الاوامر بتاعتك، لو انت ويندوز، لو انت لينوكس ادي الايه الاوامر بتاعتك. طبعا هو هنا قال ان انت نوت بايثون 3 تعملش زي يعني يشتغل بايثون 2. فيكسنج كومن جيم باي جيم بروبلم، طبعا واحده من المشاكل اللي في البروجكت ده ان في ناس كتيره جدا واجهتها مشاكل في الباي جيم. انا شخصيا المشكله الرئيسيه اللي واجهتني ان الباي جيم ما اشتغلش معايا من هنا من السبايدر، ما قدرتش اشتغله من السبايدر يعني، او اشتغل بس لكن ما عملش سيميوليشن، ما ظهرليش السيميوليشن بتاع البروجكت، وده في مشكله في الجزء الاولاني متعلق بالسيميوليشن، لازم هتبقى شايف السيميوليشن، فالسيميوليشن ما ظهرليش لما، لكن قدرت اعمل له ران من التيرمينال العادي بيعمل معايا ران عادي مفيش مشكله. تمام، لو عندك اي مشكله هتبدا تخش جوه الحاجات دي، كل دي حاجات هيلب للباي جيم، مع الحاجات دي بره يوديستي ملهاش دعوه بيوديستي. هتخش اي لينك من دول هتلاقي ناس بتتكلم وممكن ناس تساعدك، وفي هنا جوجل جروب، ويعني لو واجهتك اي مشاكل مع الباي جيم هتعمل كونتينيو بقى البروجكت. تمام، وفي طبعا هو بيقول لك طبعا لو انت بقى في مشاكل اكتر من كده كل ده استعملته ما نفعش، طبعا دي حاجه للناس اللي هم جوه النانودجري نفسها بيبقى عندهم اكسس الفورم بتاع النانودجري، فبيقدر يخش على الديسكشن فورم بتاع النانودجري ويبدا يسال جوه، هيلاقي طبعا اسئله كتير، وطبعا الموضوع ده لو انت دخلت جوه الفورم هتلاقوا يعني مشاكل كتير جدا في البروجكت ده. طيب هنا بيعمل وصف للبروجكت كفايلات، يعني ايه اللي جوه، زي ما قلت لك قبل كده هتلاقي جوه فولدرات، هتلاقي اللوجز ده مش موجود زي ما باكد تاني، لازم انت تعمل كرييت للفولدر دون وتعمل فولدر تسميه لوجز وتسيبه فاضي اهو. خلاص، لو ما عملتش كده هيطلع لك ايرور في مرحله متقدمه وهتتوه، فاعمله من اول ما تبدا في البروجكت، اعمل الفولدر ده. في فولدر اسمه ايمج ده جواه مجموعه صور، الفولدر ده اهو جواه مجموعه صور. تمام، خد بالك من الصوره دي اهي، الصورة دي ده الايجنت بتاعنا اللي هيبقى موجود نشتغل عليه سيميليشن. في فولدر اسمه سمارت كاب، ده الفولدر اللي جواه الفايلات بتاعة البروجكت كلها بقى اللي احنا نشتغل عليها. احنا هنعدل زي ما قلنا الفايل اللي اسمه ايجنت دوت باي. تمام، وفي فايل اي بايثون ده بس هيحصل فيه فيجواليزيشن عشان تظهر النتائج بتاعة الشغل بتاعنا. تمام، وطبعا هتكتب فيه الاجابات الاسئلة النظرية يعني اللي محتاجة شرح، بس هو مش هيبقى فيه كود كتير خالص يعني شبه مفهوش كود يعني. تمام، هو هنا برضه هو بيأكد agent.py
ده الفايل اللي انت شغال عليه، ويقول لك don't modify environment.py planner.py simulation.py، كل ده مش هنشتغل جواه، مش هنعمل فيه اي حاجة. بعد كده لما تيجي تران الكود، تران الكود ده ازاي؟ هو نفسه بيقول لك ران الكود من التيرمينال عن طريق ان انت هتكتب بايثون سمارت كاب. طبعا لازم هتقف على المكان اللي جواه، اللي هو هنا بيقول لك اقف على سمارت كاب دايركتوري اللي هو الام، اللي هو الدايركتوري الام ده، لازم تقف بالتيرمينال بتاعتك هنا، ان هو مش جوه هنا، متقفش جوه هنا. لو وقفت هنا يعني، لو وقفت، لو التيرمينال بتاعتك واقف على سمارت كاب، على سمارت كاب سلاش سمارت كاب يعني، ما يبقى كده مش هيشتغل معاك البروجكت. لازم تبقى واقف هنا كده في المكان ده اللي هو سمارت كاب الكبير ده اللي بره، تقوم تعمل ران، ولما تيجي ترن هترن عن طريق ان انت تكتب بايثون سمارت كاب على سلاش يعني ايجنت دوت باي، تمام كده هيران البروجكت معاك مظبوط ان شاء الله. تمام اور لو انت بتشتغل بداش ام، لو انت عندك موديفايد فيرجن من بداش ام. هنا الانفايرمنت نبدأ بقى في ايه، في يعني نتعمق شوية في البروجكت. الناس انا يعني بنصحهم ان هم يقروا الفايل ده كويس جدا، يعني هيسهل عليك حاجات كتير قوي لما تقراه مع الشرح اللي انا بشرحه ده، هيسهل عليك برضو شوية في ايه هي الانفايرمنت بتاعتنا. الانفايرمنت بتاعتنا عبارة عن سمارت كاب ايديال جريد لايك سيميلر نيويورك سيتي، هو كأنه عامل نيويورك سيتي، تمام. With roads going in the north south and east west directions، دي اتجاهات الطرق north south و east west، تمام. ده سؤال على فكرة في وسط البروجكت يعني، فالناس عشان كده بقول الناس تقرا هنا كويس. تمام. هنا بيحاول يشرح لك ان هي هنا البروجكت هو زي ما هنشوف في السيميليشن، عباره عن الانفايرمنت دي عباره عن طرق متقاطعه، عباره عن طرق طوليه وطرق عرضيه متقاطعه. وانت بتيجي للكاب بتاعك ده بيعمل ايه؟ بيعمل اللوكاليزيشن بتاعه عباره عن ان انت انترسكشن، انت واقف في انه انترسكشن، انه تقاطع بين الطرق دي، تمام. وفي عندك على التقاطعات دي في عندك green light left turn permitted to is no incoming traffic، يعني انت عندك اشارات، عندك اشارات، اشارة حمراء وخضراء بتقول لك تكمل ولا ما تكملش، وعندك اشارات المفروض بتقول يمين وشمال. ده بس ده مش موجود في الانفايرمنت، الانفايرمنت فيها احمر واخضر بس. بس لو المفروض الحقيقي كده في اشارة بتقول لك ان انت ممكن تخش يمين ولا لا وهكذا. هنا في اتنين فيديو، الفيديو ده والفيديو ده تقدر على اليوتيوب تخش تتفرج عليهم، وبيشرح لك قوانين المرور. ده فيديو تعليمي للسواقه يعني، ملوش دعوه بالبروجكت اصلا، ده فيديو تعليمي للسواقه موجود فيه قوانين بتاعه نيويورك سيتي، بيشرح لك يعني القوانين، تمام. وهو انت ازاي لما تيجي تعدي الاشاره تعمل ايه، المفروض تتاكد الاشاره خضراء وتقف الاول وتتاكد الاشاره خضراء، وبعدين لو انت هتخش يمين فبتخش يمين على طول، لو ما فيش اشارات بتاخد يمين على طول، لو في اشارات بتستنى الاشارة لما بتشاور يمين لما تفتح لك تقوم تاخد يمين، لو هتاخد شمال فبتستنى الاشارة لما الاشارة اللي عكسك بتقف، عشان طبعا ما يبقاش الطريق رايح جاي فانت مش هينفع تقطع الطريق اللي جاي عكسك مش شمال، فانت لو هتاخد شمال يبقى تستنى الطريق لما يفتح شمال، يعني الطريق المعاكس ليك لما يقف، وتأكد ان مفيش عربية جاية من شمالك وتقوم داخل بعد كده شمال، لو هتكمل على طول بتكمل على طول وهكذا. يعني بيشرح لك قواعد المرور بتاعت اللي هي نيويورك سيتي اللي هي البروجكت مبني عليها. الانبوتس والاوتبوتس، الانبوتس والاوتبوتس عبارة عن انت دلوقتي داخل لك انبوت، الانبوت ده جاي لك من الانفايرمنت، تمام. الانبوت جاي لك من الانفايرمنت، الانفايرمنت جايبه لك ايه؟ جايبه لك ثلاث حاجات رئيسيين، الاشاره او قبل الاشاره جايبه لك الديستنيشن بتاعك انت عايز تروح فين، واي بوينت، وجايبه لك التايم ليميت بتاعك، الديدلاين بسمي الديدلاين هنا، وجايبه لك اللي هو هنشوفها مش فاكر اسمها ايه، بس جايبه لك يعني حاجات سنسورز
سواء الإشارة حمراء أو خضراء، كأن في كاميرات مثلا متركبة على العربية بتاعتك، وإشارة بتشوف الإشارات إذا كانت حمراء ولا خضراء، بتشوف إذا كان في عربية من على يمينك، إذا كان في عربية على شمالك، إذا كان في عربية جاية من قدامك جاية لك في الاتجاه المعاكس. يعني هي دي الحاجات اللي إيه اللي جاية لك الانبوتس. الاوتبوت بتاعك طبعا هو ان انت بتاخد اكشن، انت دلوقتي خدت الحاجات دي كلها وصلت للسيستم بقى اللي بيسوق العربية، فالمفروض الاوتبوت بتاعه ان هو ياخد اكشن. هيتصرف ازاي؟ هيقف، هيطلع قدام، هياخد يمين، هياخد شمال، بناء على كل المدخلات اللي دخلت في الاودي. طبعا الانفايرمنت بتديك ده من الانفايرمنت نفسها بقى. طبعا الانفايرمنت دي اللي هي متبرمجة، المفروض لو فعليا لو احنا بنتكلم في حاجة واقعية فالانفايرمنت دي حاجة متبرمجة جوه السيستم. تمام، السيستم اللي بيترينا اللي بيترين الايجنت بتاعنا هو الانفيرومنت دي حاجه متبرمجه جوه، مش هتبقى حاجه طبعا موجوده في الحقيقه، مش حاجه في الواقع. انفيرومنت بتديك يا اما ريورد يا اما هتديك الريورد، ده هيبقى طبعا اللي هو نفسه الريورد هو البينالتي هنا، بس هتبقى يا اما بوزيتيف فهو معناها ان الريورد فعلا جايزه مكافاه، يا اما بينالتي فهو معناها ان ايه، ان لا دي انت كده بتتصرف غلط، محتاج تصحح الوضع المرة الجاية لما تيجي تكرر حاجة زي كده ما تعملهاش تاني. والجول اللي هو الحاجة اللي انت عايز توصل لها، انت عايز تعمل حاجتين، عايز تحقق reliability ان هو عايز توصل للمكان اللي انت رايحه في ميعادك، دي reliability، وعايز تعمل safety ان انت مش عايز تعمل حوادث في الطريق وانت ماشي. طبعا بعد كده الايفوليوشن اللي هو بقى التقييم بتاع البروجكت، طب ممكن ابقى افتحه في الاخر خالص بعد ما اخلص شرح، اللي هو هتلاقي هو ان انت تجاوب الاسئله طبعا اللي موجوده في الاي بايثون فايل، يعني هتعمل ران البروجكت وهوريك شكل الاجابه الصح في البروجكت بتاعي لما نوصله ان شاء الله. تمام، تعالى ده الاي بايثون فايل اهو، هنبدا نشرح الاي بايثون فايل. اول حاجه جيت ستارتد بيشرح لك شويه الكلام اللي انا قلته من شويه ده، ان انت عايز تحقق حاجتين، دي اللي هما المتريكس بتاعتك اللي انت عايز تطبق تعمل امبلمنت للكيو ليرنينج بتاعك، ان انت تحقق السيفتي، سيفتي عاليه وريلابيلتي عاليه. سيفتي ان انت ما تعملش حوادث، تاخد جود اكشنز فما تعملش حوادث، وريلابيلتي ان انت تحقق ان انت توصل في ميعادك الديستنيشن في الميعاد. لو ما وصلتش الديستنيشن بتاعك في الميعاد خلاص انت كده ايه فشلت يعني. فهتلاقي ده التقييمات اهو، انت طبعا التقييم ده بيقول لك ايه، بيقول لك هنا ده السيفتي اهو وده الريابيليتي الجدول، وادي الجريد اللي انت بتاخدها. بتاخد ايه بالبلس امتى؟ لو الايجنت كوميتس نو ترافيك فيوليشنز اند اولويز تشوز ذا كوريكت اكشن، على طول بياخد الكوريكت اكشن وما قطعش ولا اشاره، ما كسرش ولا اشاره. لو كسر عدد قليل من الاشارات فبيبقى ايه، بيبقى فيو ماينور ترافيك بياخد ايه، لكن لو بس برضو شرط ان هو ما يعملش حوادث، يعني لو عمل اي حادثه خلاص بيبدا ينزل عن كده. الريلابيليتي ان هو يكون حقق 90% من التريبس، 90% من الرحلات يوصل في الايه، في الديدلاين بتاعه، يوصل يوصل الديستنيشن في الميعاد بتاعه، وهكذا. يفضل تقرا الحاجات دي بقى ان انت بيشرح لك لحد ما انت اقل حاجه اللي هو الاف، اللي هو ان الايجنت كيسز ات ليست وان ميجور اكسيدنت، عمل حادثه كبيره واحده على الاقل، لو عمل حادثه كبيره واحده خلاص انتهى الموضوع وكده خد اف، such as driving through a red light with cross traffic، ان هو كسر اشاره حمراء. تمام، يبقى هو كده ده كده عمل ميجور اكسيدنت، كده عمل حادثه على طول، مش زي عندنا احنا بنكسر اشارات وما بنعملش حوادث. Agent fails to reach the destination on time for at least 60%. هو حقق 60%، أقل من 60% من الرحلات في الميعاد بتاعها، كده يبقى الأجنت برضه خد F failed يعني. تمام، طبعا أنت لازم تحقق accuracy كويسة، هو مش محدد كويسة دي قد إيه في اللين بتاعه، بس أعتقد مثلا ما تقلش عن B، مع العلم ان اغلب الناس عملت اي بلس اي بلس. انا برضو زي ما بقول لكم كده، انا المشكله وصلت المشكله ان انا ما قدرتش احقق الاي بلس واي بلس، عملت ايه واي بلس بسبب ان انا اشتغلت بايثون 3 مش بايثون 2. في ناس وصلت
بطريقه سهله بسهوله جدا للاي بلس والاي بلس عشان يشتغلوا بايثون 2. تمام. طيب اول حاجه هنا بيقول لك ايه، امبورت فيجوالز. فيجوالز ده فايل موجود هنا جوه اهو، هتلاقيه موجود هنا الفايل ده. ده فايل هو عامله كاتب فيه كود بس بيعمل فيجواليزيشن بيرسم الجرافات اللي احنا هنحتاجها بقى، الرسومات اللي هنحتاجها اللي هتظهر الاداء بتاع السمارت كاب بتاعنا. وبيعمل امبورت ليه وبيعمل مات بلوت ان لاين عشان يظهر لك الرسومات في الاي بايثون فايل. تمام. نمرة واحد بيقول لك السؤال الاولاني يو اندرستاند ذا وورلد، المفروض تفهم بقى كل الكلام اللي انا قلته ده، تقرا الفايل ده كويس مع الكلام اللي انا قلته لك، تقدر توصل ان انت تقدر تفهم الانفايرمنت كويس، الانفايرمنت اللي احنا بنتكلم عنها كل الحاجات اللي انا قلتها لك دي. تمام. فايه السؤال؟ بيقول لك ان فيو سنتنسز ديسكرايب وات يو اوبزيرف ديورينج ذا سيميليشن، المفروض انت تعمل ران للكود الايجنت دوت فايل بتاعك ده وتشرح له ايه اللي حصل. طبعا هترن ازاي اهو، هو كاتب لك هنا اهو، ده في التيرمينال تعمل كده. لو جربت تعمل له ران عن طريق السبايدر السيميليشن مش هيظهر، وبالتالي مش تقدر تجاوب السؤال ده، فلازم تعمل له ران عن طريق او بيشرح لك زي بيأكد عليك زي ما انا قلت لك اهو، لازم تبقى واقف على السمارت كاب توب ليفل دايركتور، لازم تبقى واقف على السمارت كاب الكبير اللي هو الفولدر. وفي ثلاث اسئله، داز ذا سمارت كاب موف، هل السمارت كاب بيتحرك، وات كايند اوف ريوردز ان ذا درايفنج ايجنت ريسيفد، ايه نوع الريوردز اللي هو بيستقبلها، هاو داز ذا لايت تشينجينج كلر افكت ذا ريوردز، ايه تاثير الاشاره لايت الاشاره حمراء او خضراء على الريوردز. تمام. انا هعمل ران للبروجكت اهو من عندي. اول حاجه هعمل ايه، هروح اقف على السمارت كاب بتاعي اهو، سي دي على الدايركتوري اللي انا واقف عليه. تاخد بالك لو انت مثلا عندك زي هنا كده، انا عامل فولدر اسمه ماشين ليرنينج سبيس نانو ديجري، لو انت عندك زي كده لازم ده يبقى بين اتنين كوتيشن كده عشان خاطر ما يطلعلكش ايرور. تمام. يا اما اسماء الفايلات كلها تبقى عباره عن حاجه حته واحده كده، او في بينهم اندرسكور او حاجه ما. تمام. فانا عامل كده اهو، انا كده واقف فين، على البروجكت سلاش سمارت كاب اهو، بروجكت سلاش سمارت كاب. تمام. بعد كده هعمل ران للفايل بتاعي. اهو انا عشان بستعمل بايثون 3.5 او 3.5 سمارت كاب دوت ايجنت، انا عملت ريزيت للفايل بتاعي بالمناسبه عشان يرن معايا يشوف انتوا السيميليشن زي ما شفتوا كاني شغلته اول مره بالظبط، عملت له ريزيت، عملت كان الكود لسه اول مره شغله، وعملت سمارت كاب سلاش ايجنت دوت باي. تمام. هعمل ران اهو، هيبدا السيميليشن يشتغل اهو. تمام. اول حاجه فين البروجكت، هتلاقي اهو تحت على اليمين اهو، هتلاقي اليود بتاعت يوديستي دي اهي واقفه اهي، هو ده الايجنت بتاعك. فهو بيتحرك ولا لا؟ لا طبعا ما بيتحركش. ايه ده؟ احسن. لا اتحرك مره، ما اعرفش ايه. ماشي. لا هو اتحرك مره واحده تقريبا، كان لسه بيستارت الفايل يعني. فوق بقى، فوق على الشمال اهو، فوق على الشمال. هو ده الايجنت بتاعنا اهو. تمام. بيتحرك ولا لا؟ ما بيتحركش، الايجنت واقف ما بيروحش حته. تمام. لا سوري، في حاجه غلط كده. لا كده الايجنت بيتحرك فيه غلط، المفروض الايجنت هو العربيه البيضه دي، سوري الايجنت هو العربيه البيضه، واليو دي هي الديستنيشن، والايجنت عمال يتحرك بس بيتحرك عشوائيا يعني، فكده في انا ما عملتش ريزيت للكود مظبوط. تمام. طيب هكمل بقى شرح خلاص. هنا الستيت، ايه الستيت اللي هو واقف عليه هنا، رايت جرين ليفت ليفت نان. هنا خلينا هنا، ده هو ده الايه، ده الاشاره بتاعتك ريد وجرين، ريد وجرين. هو واقف قدام اشاره حمراء، احمر اهو يبقى اشاره حمراء، اخضر يبقى الاشاره مش موجود، الاحمر خط الاحمر ده مش موجود، فتحه كده يبقى الاشاره خضراء، هو ريد وجرين. هتبص هتلاقي ان الايجنت المفروض يكون واقف معاك. الايجنت لو واقف هيفضل واقف على طول، ما بيتحركش تماما طول المفروض السيميليشن لو انت عملت الكود من الزيرو يعني. فطول ما الاشاره
حمراء وهو واقف، فهتلاقيه بياخد ريورد بالبوزيتيف ان هو بيحقق فعلا الصح، ان هو اشاره حمراء فهو ما بيتحركش. وتلاقي الاشاره لما بقت خضراء هتلاقيه بدا ياخد ريورد بالنيجاتيف. سوري بقى سوري اه لما تبقى اشاره خضراء هياخد ريورد بالنيجاتيف، لان المفروض ان الاشاره خضراء فالمفروض هو يتحرك، وهو ما بيتحركش فمش هيوصل للديستنيشن بتاعه، فبيبدأ الانفايرمنت يديله نيجاتيف ريورد. تمام، ده الموضوع يعني ببساطة. هو ده الابيض، ده هو الايجنت بتاعك، واليول بتاعت الديست دي هي المفروض هي الايه، هي هي الديستنيشن. تمام خلاص بقى انا هوقف ده كده. تمام انا كده وقفت البروجكت، انا بس كنت عايز اوريك ازاي تعمل ران للبروجكت وايه الفعل اللي هتشوفه. يعني كده يعتبر جاوبت لك السؤال الاولاني ده، بس تحاول طبعا تشوف الكلام ده بعينك يعني في السيميليشن. تمام هو انت كل ده انت المفروض يعني هو لسه ما طلبش منك ان انت تكتب اي كود خالص، يعني انت هو بس عايزك تشغل عشان تشوفك هتعرف تعمل ران للبروجكت ولا لا، والبروجكت اتعمل رن معاك، فتبدا تشوف بقى المشاكل اللي هتظهر لك هنا بقى. في عندك لايبرز مش متصبه، في عندك مشاكل في الكود، في مشاكل انت مش عارف ترن البروجكت ازاي. كل ده هو طالب منك انك تفهم ايه الموضوع، يعني تفهم الانفايرمنت وتفهم شكل الايجنت بيعمل ايه. هو حاليا طبعا هو صمم البروجكت ان الايجنت هو لسه ما ادالوش ان هو ياخد اي اكشنز، فالبروجكت مش هيرن معاك. السؤال الثاني understand the code، هو هنا عايزك تفهم الكود بقى مكتوب ازاي. طيب عشان تفهم الكود بيقول لك in addition to understand the world، عشان بعد ما تفهم الدنيا بقى ماشية ازاي عايزك هو تفهم، لازم تفهم الكود ماشي ازاي. تمام هنشوف ايه الأسئلة. الأسئلة بيقول لك in the agent.py، هتروح للفايل agent.py، انا فتحته اهو هنا اهو. تمام ده الفايل اهو ايجنت دوت باي اهو، انا فاتحه من البروجكت نفسه اهو. تمام فاتحه البروجكت نفسه على الجيت هاب اهو. بيقول لك ان ذا ايجنت دوت باي فايل تشوز 3 فلاجز ذات كان بي سيت اند اكسبلين هاو ذي تشينج ذا سيميوليشن. شوف 3 فلاجز واشرح له ازاي الفلاجز دي ممكن تغير السيميليشن. ايه هي الفلاجز؟ الفلاجز دي ببساطه كده هم لو نزلت كده جوه البروجكت هتلاقي هو شارح لك الفانكشنز دي، كل فانكشن بتعمل ايه. طب كل فانكشن دي جواها كل فانكشن من دول المفروض ان هي بتاخد بارامترز اهي. الفانكشنز دي هو الفانكشنز دي فوق اهي، يعني هي مكتوبه انت تكتبها بنفسك يعني هو او هو كاتب لك البيز بتاعه بس انت هتبدا تعدل عليه. تحت خالص جوه يعني المفروض البروجكت لو احنا هنبدا نراه عشان هو معمول بالاوبجكت اورينتد، فهو بادئ بهو اف نيم ايكوال ايكوال مين. دي طريقه اللي هي نون بايثونيك يعني كانها يعني الطريقه بتاعت سي بلس بلس والحاجات اللي زيها. فهو بادئ بران يعمل ايكوال للران فانكشن. فين الرن فانكشن؟ اهي اللي فوقيه على طول دي اهي، دي الرن فانكشن اهي. الرن فانكشن بتعمل ايه؟ الفانكشن بتعمل كل فانكشنز تانية جواها اللي هي فانكشنز اللي فوق. طيب ايه هي الفلاجز؟ اهو ادي فلاجز اهي. بيقول لك ايه الفلاجز؟ الفلاجز دي اللي هي الحاجات اللي بتاخدها الفانكشنز دي. هو بيقول لك ايه الفلاجز اللي بتاثر معايا في الانفايرمنت، ايه الحاجات اللي انا ما بعملها بتاثر معايا في الانفايرمنت. فدي عندك الفانكشن اسمها انفايرمنت، دي هي دي اللي بتاثر في الانفايرمنت، هي دي اللي بتعمل التعديل عليها. ايه الفلاجز؟ هي دي الفلاجز اهم قدامك اهو. فيربس ده بيعمل ايه؟ بيقول لك سيت ترو تو ديسبلاي، يعني هو كده بوليان تظبطه انت ترو او فولس. بيقول لك لو انت عملته ترو تو ديسبلاي اديشنال اوتبوت فروم ذا سيميليشن، عشان تظهر الحاجات من الايه، من السيميليشن، تظهر السيميليشن. نام دامز، في فاريبل اسمه نام دامز، ده ديسكريت نمبر اوف ذا اوف دامز ايجنت ان انفايرمنت ديفولت از مي، عدد عدد الايجنتس اللي بيجروا، عدد العربيات اللي ماشيه معاك في الانفايرمنت ده. هنا هو الديفولت بتاعه 100.
الجريد سايز اللي هو عدد بقى حجم الجريد، هي عباره عن ماتريكس، هي شويه تقاطعات صفوف كده واعمده كانها شوارع رئيسيه وشوارع افقيه، فصفوف واعمده تمام. فهو عاملها الجريد سايز بتاعها 8 في 6 تمام. يبقى هي دي الفلاجز اللي بتاثر معايا في انت لو خدت الكلام ده كوبي بيست كده هناك في الفايل، يبقى انت كده جاوب بتاع السؤال. هي دي الفلاجز ايه ببساطه، عشان هو برضه ساعات السؤال ما فيهوش اي شيء عبقري، يعني هو عايزك بس تحاول تستكشف انت بنفسك، تتعب نفسك شويه عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي. بيقول لك ان ذا انفايرمنت، في الفايل اللي اسمه انفايرمنت دوت باي بايثون فايل، وات انفايرمنت كلاس فانكشن از كولد when an agent performs an action. ايه ال function، ايه ال function class؟ عارفين ال class function يعني ايه؟ class function اللي هي function مكتوبة جوه class تمام. is called when an agent perform an action، لما ال agent يجي يعمل action. ايه ال function اللي بيتم استدعائها؟ هنخش هنا على environment اهو، هتلاقي جواها classes اهو، ادي class class كلاس تمام. ففي كلاس اسمه environment اهو، في كلاس اسمه environment. بيقول لك ايه ايه الفانكشن اللي جواه اللي بيتعمل لها كل الفانكشنز دي جواه اللي بيتعمل لها كل لما الايجنت يجي ياخد اكشن تمام. طيب هتلاقي هنا اهو create agent، دي بتعمل create للايجنت، بعد كده set primary agent، بعد كده بتعمل set للايجنت. هتلاقي كل حاجة تحتيها الدوكيومنتيشن بتاعها وشرحها. فهنا مثلا دي بتقول لك ايه، when called set primary agent sets agent is a primary agent، بتعمل بتحدد انه agent هو البرايمري agent اللي هو العربية البيضاء، يعني تحدد ان العربية البيضاء هو البرايمري agent تمام. بعد كده ده الريزيت، ده بيعمل يعني كل ترايل بيبدأ يعمل ايه، بيعمل ريزيت للانفايرمنت عشان خاطر كأن احنا كأن العربية لسه بادئة من اول وجديد. is called at the beginning of new trial. في كل مرة بيبدأ يعمل ريزيت كل الريزيت فانكشن. كل ده ما يعني ما يخصناش حاجة في الانفايرمنت، في الديزاين بتاع الانفايرمنت نفسها. الستيب تمام، ايه دي بتعمل ايه؟ بيقول لك this function is called when a time step is taken during a trial. هنا عايز يعمل الخطوة، عايز يعمل لها كل لما يعمل خطوة، يعني هو هيعمل خطوة ولا مش هيعمل خطوة. اللي هو كأن مثلا يعني ايه، يعني هو كأنه عامل كلوك للحركة. يعني لو بصيت للعربيات وهي بتتحرك كده في الانفايرمنت هتلاقي ايه، بتتحرك تتحرك تتحرك، بتعمل ستيبس كده اللي هو ايه، الانفايرمنت بتتحرك معاك. فهو دي الستيب، دي اللي بتنفذ الستيب الفانكشن دي. السنس دي اللي هو بيدور على الانبوتس اللي احنا قلنا عليها. الانبوتس دي عبارة عن حاجة اللي بينتجها الانفايرمنت، فهي دي السنس، دي هي اللي كأنها بتعمل سنس، بتدور بتشوف في عربية جنبك، في عربية يمينك شمالك قدامك. دي لو في الواقع يبقى دي حاجة عبارة عن كاميرات على العربية، لكن طبعا هنا الانفيرومنت هي اللي بتنتجها وبتديها لك كانبوتس، بتديها او تديها للايجنت يعني. جيت ديدلاين برضو ده من الانبوتس بتاعتك الديدلاين تمام. بعد كده في فانكشن اسمها اللي هو الديدلاين، ده اللي هو التايم بتاع الديستنيشن، انت رايح ديستنيشن قدامك قد ايه عشان توصل له. بعد كده اكت اللي هو الفانكشن دي بتعمل ايه، بيقول لك consider an action، بتاخد action and perform the action، وبتنفذ الاكشن if it's legal، لو ينفع اصلا، لو انت قلت action يعني متاح انه يتعمل فعلا، ما قلتش اي كلام. receive a reward for the agent based on a traffic law، وبعد كده بتعمل يعني بتاخد الريورد اللي اتحققت نتيجة الاكشن اللي انت نفذته تمام كده. بعد كده compute destination، بتحسب مكان الديستنيشن فين. بعد كده في كلاس تاني كده جديد بقى خلاص ملناش دعوه. فاحنا من هنا كده نقدر نفهم ايه هي ايه هي الفانكشن اللي بتعمل اللي بتنفذ الاكشن. المفروض انا قلتها في وسط الايه الشرح خلاص. طيب نمره 3 السيميوليتور دوت باي. فايل سيميوليتور ده ببساطه هو اللي بينفذ ايه، بيشغل باي جيم، بيشغل السيميوليشن ده قدامك. برضه هو عايزك هنا تفهم ايه، بيقول لك what is the difference between the render.txt function and render بس function خلاص. فانت تقوم جاي داخل جوه السيميوليشن اهو، وتدور على function اسمها render.txt
ادي الفانكشن اسمها ريندر تكست. تعالى نقرا بتقول ايه الدوكيومنتيشن بتاعها. This is the non-GUI render. دي non-GUI render يعني GUI ده اللي هو graphical user interface اللي هي ملهاش دعوه بالايه بالسيميوليشن اللي ظاهر قدامك او السيميوليشن اللي هو حركه العربيات دي انت مالكش ملهاش دعوه بيها. دي بتعمل ايه display of the simulation اللي بتظهر الايه في السيميوليشن. simulated trial data will be rendered in the terminal command prompt. يعني دي بتعمل ايه بتظهر لك الكلام في الكوماند برومبت. لو بصيت كده اهو وقت ما انا شايف انت الحاجات دي الحاجات اللي في الـ في الـ في التيرمينال دي الكلام اللي بيتكتب هي رندر تكست بتعمل الكلام ده بتطلع لك في الكوماند برومبت هي اللي بتكتب الكلام ده تمام. بتوريك ايه اللي حصل ايجنت بريفير ستيت اهو والايجنت دروف ليفت انستيد وايجنت نوت اي كلام كل الكلام ده هو هي دي اللي بتكتبه رندر تكست. ده الشرح بتاعه تمام. هو دي فانكشن اسمها ايه رندر اهي. رندر دي بتعمل ايه بيقول لك this is the GUI render. دي بقى ال GUI render اللي بتظهر لك الايه السيميوليشن. supplementary trial data can be found from rendered text. نفس الكلام اللي بيتكتب هنا ده هتلاقيه بيتكتب لك فوق السيميوليشن بالخط الاحمر والاخضر والوانات وحاجات حلوه كده عن طريق الفانكشن دي. فهم دول الاثنين فانكشن ده شرحهم اهو. انت المفروض تشرح له بقى الكلام ده هنا اهو تمام في البوينت دي. in the planner dot by ده بقى السؤال الرابع عايزك هو عايزك تخش كل الفايلات بقى وتفهم الدنيا ماشيه ازاي. when the next waypoint next waypoint دي function consider the northwest or the northwest direction northwest or the east west direction. هو ده السؤال اللي قلت لك عليه اهو. هي الفانكشن دي بتعتبر او بتاخد نورث ويست ولا ايست ويست دايركشن. طب تعالى ناخد نخش اهي بلانر دوت باي اهي بيقول لك الفانكشن اسمها ايه كان اسمها ايه نيكست واي بوينت اهي كرييتس ذا نيكست واي بوينت بيزد اون كارنت هيدنج لوكيشن على الايه الموقع هي اللي بتنشئ لك البلانر ده. هو دي اللي بتحرك السيميليشن او بتخطط للسيميليشن بتظهر لك الكرنت هيدنج لوكيشن انستيد ديستنيشن اند ال1 ديستنيشن